السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نعمل جانت شارت على برنامج الفيزيو؟ هقول له هنا انا عايز ملف جديد خالص، هبدأ اختار جانت شارت، لو مش موجود هعمل عليه سيرش هنا في التمبليت، بيديني اشكال، ببدأ اشوف اني شكل اللي انا عايزه، ممكن اختار ملف جديد خالص. تمام، اهوت ده الشكل. تمام، انا ممكن اروح دايس كده اقول له انا عايز انا اعمل كل حاجة من اول. طيب ابدا بايه بقى؟ ابدا ان انا احط الفريم، جانت شارت فريم. تمام، اول ما بحطه بيسالني عدد التاسكات اللي عندك قد ايه. عندي 7 على سبيل المثال. طيب الميجور يونت بتاعتك بالشهر ولا بالمانس ولا بربع شهر ولا بالاسبوع ولا بالايام، والمينور يونت هتبقى ايه؟ طبعا هتبقى اقل من الميجور يونت. طب الفورمات عايز الايام ولا ايام هاور، ايام ساعات ولا بالساعات ولا بالاسابيع، عدد عدد الساعات في اليوم قد ايه. طبعا احنا 12 ساعة اقل حاجة، ده يعني العادي بتاعنا من غير ما كنا في سهر. الستارت ديت من يوم ايه لحد الفينيش ديت لحد يوم ايه، تقدر بقى تشوف لحد يوم ايه. الفورمات هيبقى شكله عامل ازاي، النقطة البداية تبقى عاملة ازاي، المايلستون تبقى عاملة ازاي، الفينش تبدأ تختار اشكال، مثلا الستارت مثلا خليها مثلا بالشكل دوت، تبدأ تختار الاشكال اللي انت عايزها. اوكي، طيب اوكي، فبيبدأ يكون لك جانت شارت بالشكل دوت. طيب هو ده دلوقتي عمل مهام، بس ما كتبش الاسم، ما كتبش الاسماء صح، فانا هبدا اكتب مثلا وليكن مثلا الحفر مثلا، وبعد كده المهمه التانية كذا، وبتبدا تغير الاسامي من غير بشكل خالص. ال start والفينش. تمام، انت ممكن تيجي هنا وتقول له مثلا بدل 24 دي خليها 27. تمام، فهو اوتوماتيك هيبدا يحسب دول كام يوم، قال لك ان هم يومين. تمام، وتقدر تحرك اليومين دول زي ما انت عايز. تمام، هتقدر تيجي هنا تقول له ده مثلا هيبتدي ده 29، يبقى ده مثلا 30. طيب لو ده 30 يبقى لازم ده يبقى مثلا دي هتبقى 12، والتلاتين دي تبقى مثلا 0.3، يعني يبقى الكلام منطقي شوية. تمام، وتقدر تزود اي كولوم زي ما انت عايز من هنا، لو انت عايز تزود اي كولوم وتشوف الكولوم ده مثلا هيبقى عبارة عن ايه، يعني خلينا انت عايز تضيفها. تقدر تضيف برضو رو، تقدر تضيف تاسك بار زي ما انت عايز، حاجة زي كده. تمام، هنا برضو تقدر تحدد انت عايز من يوم ايه لحد يوم ايه، تقدر تحرك المؤشر ده زي ما انت عايز. طبعا ده يوم اجازة تخليها بعديه شوية. تمام، تقدر تربط بين الحاجات، تعال نشوف الكونكتور مثلا من هنا لهنا، بحيث لما ده يخلص ده يشتغل من هنا لهنا. تمام، وهكذا من هنا لهنا. تمام، وبعد كده هقول له هات لي البوينتر تول وروح نقل ده من هنا لهنا، بحيث ان ده يخلص ده يشتغل، ده يخلص ده يشتغل، وهكذا. بيطلع لك بالشكل دوت. خلينا نظبط الكونكتور من هنا لهنا من هنا لهنا. تقدر تحط التكست، تقدر تعدل الشكل، تقدر تعدل المعلومات زي ما انت عايز، تقدر تعمل انسيرت لاي كولوم زي ما انت عايز. تمام، تشوف انت عايز مثلا نسبة الانتهاء قد ايه، عايز تضيف كومبليت، عايز تعمل لينك من حاجة، عايز تضيف، تقدر تعمل اكسبورت للداتا دي كلها،
تمام، او تقدر تعملها امبورت تاخد المعلومات دي من اي مكان تاني، تقدر تعمل اكسبورت للمايكروسوفت بروجكت او مايكروسوفت اكسل او تكست فايل او ام بي اكس فايل بشكل دوت. سيف نيكست فينش.